الرحيم، اهلا بيكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هقدم لكم طريقه عمل الملوخيه الخضراء بطريقه سريعه جدا، بحيث انك تعمليها في 5 دقائق بس. الناس اللي بتقول ان الكبه او الخلاط بيعصر الملوخيه، هي التكايه المهمه اهم حاجه فيها ان احنا بنحط كميه الشوربه بتاعتنا، كميه الشوربه اللي احنا هنعمل بيها الملوخيه بنحطها كلها في الخلاط. دلوقتي هنحط الملوخية بتاعتنا بعد ما غسلناها ونضفناها كويس، نحطها في الخلاط عادي، خلاط بتاع القوطة، وما تخافوش هي مش هتتعصر ابدا، وهتطلع جميلة جدا وهتعجبكم قوي. ودي كمية الشوربة كلها اللي احنا بنطبخ بها الملوخية كلها، يعني محدش يحط شوية صغيرين عشان ما تتعصرش. معايا كده؟ بعدين هنضربها في الخلاط عادي، شايفين بقت عاملة ازاي؟ زي بالظبط الملوخية اللي احنا بنخرطها. بعد كده هنحطها في الحلة ونولع عليها النار لغاية ما تغلي، وانا منها طشة عادي زي اي ملوخية. هنسيبها تغلي بس غلوة، مش هنخليها تغلي كتير طبعا، على بال ما نجهز طشة التومة بتاعتها. معانا هنا ايه، حلة تانية هنحط فيها معلقة سمنة حلوة، وهنحط فيها التوم المدقوق بتاعنا، عليه شوية فلفل اسمر، وانا محبش احط الصراحة كزبرة ناشفة على الملوخية الخضر. قبل ما نحطها في السمنة بناخد نص معلقة صغيرة ونحطها مع الملوخية وهي ايه بتغلي. هي لسه طبعا ما غليتش، احنا مش هنخليها تغلي خالص، اول ما تبدأ تغلي هندفع عليها على طول. معانا هنا معلقة سمنة، نحط التوم المفروم بتاعنا، نبدأ نحمره. عشان ما اطولش عليكم الفيديو هحمر التومة يعني تصفر بس كده وارجع لكم تاني. خلاص كده ايه، الملوخية بتاعتنا بدأت تغلي على النار، مش هنخليها تغلي كتير. شايفين لونها اخضر وجميلة ازاي؟ هنطفي عليها، ولسه خلاص الثوم بدأ لونه يصفر شوية، هنقلبه شوية كمان. يعني نسيت اقولك كمان ان انت قبل ما تحطي الشوربة لازم تكوني مظبطة الملح بتاعها كويس، ومظبطة الفلفل، علشان كمان احنا كمان حطينا ثوم ملح على الثوم، فلازم تبقي واخدة بالك من عشان الملح ما يزيدش عليها. طبعا مش بنحمر الثوم قوي، نخليه يبقى لونه ذهبي، لسه هو كمان قدام شويه صغيرين. انا بحب اعمل الطشه في الحله علشان هي دي اللي هتبقى فيها الملوخيه كلها، تبقى واخده طعم الثوم وطعم السمنه اللي فيها. لسه شويه صغيرين بس نخلي بالنا ما نخليهاش تحمر قوي. وطبعا بعد ما بنخلص الملوخية اكيد انت عارفة ان احنا مش بنغطيها عشان الملوخية ما تسقطش، او ممكن لو انت عايزة تغطيها تغطيها مثلا بمنخل سلك او اي حاجة مخرمة في الاول بس. شايفين التوم بقى لونه ذهبي ازاي؟ معانا هناخد بقى الحلة بتاعت الملوخية زي المطاعم، نبدأ نعمل كده. شايفين؟ ما اقولكوش بقى الريحة جايبة لغاية اخر الشارع. هنقلبها، هي غلوة واحدة بس وهنطفى عليها، وتبقى كده احلى ملوخية خضراء محتفظة بلونها جميل وريحتها، وهتعجبهم قوي الطريقة دي لو جربتوها. خلاص بدأت تغلي غلوة واحدة، بنطفى عليها، شايفين اهي بدأت تغلي من الجناب بس، وبنطفى عليها كده خلاص. وهتغرفيها بقى تقدميها طبعا مع رز او عيش بلدي، وهتبقى احلى اكلة واحلى غداء.
ترجمة